هو اليوم باش نحكيو على اليسار بوتو كانس على كلاي بي بي جي، معناها قاعدين نشوفوا في فرد حكايه ديما التعاون. هذه مشكله نتاع حكومه، تو سكي ليبرتي ديكسبرسيون يتعلقها سواء من تشوفوا تو حتى بالاعلاميين سفيان بن رفحات شعاملين وسفيان بن حميده شعاملين عباد حاطينهم على ليست دو مارتر. ونعرف بعدين حكايه بوتو كانس اللي تو محكوم بعام 9 اشهر هو كلاي بي بي جي في طلعوا في اوت في فيستيفال انترناسيونال تاع حمامات. صاروا شوية تلاكوشات بينهم وبين الحاكم، هبطوا وفات في بالنا الحكاية، خرج خبر اللي محكوم عليهم بعام 9 اشهر معناتها غيابي كالعادة، في السيناريو باقي قاعد يتعاود. هذيا بالنسبة لي أنا نشوفها كفشل كبير بالنسبة للحكومة، قاعدة تحب تعمل ضغوطات على أي عباد تحب تخرج كلام يلزموا يطاعوا، خاطر ذي السناكي ما نجموش نوصلوا لنحيوا، معناها ليبرتي ديكسبرسيون فكيناها ماهيش باش ترجع من غير ما يحاول. وكان باش يوقفوا كانز ووقفوا كلاي، باش يطلع كانز واحد آخر وكلاي واحد آخر، وتونس معبية بالعباد اللي قاعدة تحكي. خوف تنحى معناها زي اللي يعملوا فيه هذا الكل، التضييق هذا يعملوا فيه على العباد اللي تحب توصل الميساج، سورتو مع الراب كفن ولا انفيزي برشا، على خاطر الراب وصلنا الوقت ان الراب ولا فيه بالحق ان بورتور دو ميساج كبير بالنسبه للعباد. ولا نجم نقولوا راب ولا موسيقى شعبيه، الشعب الكل يسمع في الراب من رئيس الدوله للعساس، معناها الناس الكل تسمع في الموسيقى هذيا، هذيا موسيقى نتاع الشباب، فادت الشباب قاعد يشوف في العوج يشوف في الغلط نتاع عباد شد الكراسي، معناها هذاك اللي يهمها. واش تحب تعمل؟ تحب جوست تعاود تسكتنا، ما دام ينجموش يوصلوا له، معناتها دام مش يوصلوا له. توا الوليد محكوم عليهم غيابي، معناتها اكيد لازم نشوفوا الديتاي مع الاستاذ غازي بن مرابط مع الاولاد اللي شادين الحكايه هيثم الكل، ونشوفوا ان شاء الله يخرجوا منها لاباس. يلزمنا بالحق نعملوا على السوتيان نتاع سوسيتي سيفيل، ما يلزمش العباد تسكت، ما يلزمش حاجات كيما هكا، خاطر هذوما تجاوزات قاعدة الحكومة تقوم بتجاوزات، هذه حاجة استانسنا بها ديجا، وما يلزمهمش يكملوا يعملوا هكا، خاطر يحبوا يعملوه تو ولا كيلو واحد يحبوا ينحيوا، هي حرية التعبير اللي عند العباد. العباد ما عادش خايفة، ما عادش تحكي في التراك، العباد اللي تحكي علنا معناها على المشاكل تاع البلاد، على الفشل تاع اكس ولا ايكغيك، سواء حكومة سواء معارضة، خاطر حد ما هو نظيف بالنسبة لي أنا. كهو معناها كانوا في كلاي بي بي جي ماهيش توفى هكا الحكاية، كيسو سوا في راب كيسو سوا في فن تشكيل، كيسو شوفوا ناصر الدين زاد معناتها قضية عند ضرب وزير بعضنا تحكم 7 سنين السيد، معناتها حاجة توقف المخ هذيا. فهمت شنو بالنسبة لهم هما في نظر السيد وزير الدفاع سهيلي مخطر أكثر من أبو عياض ظهر اللي تو شدوه. هذوما حاجات معناتها لازمنا ما عادش لازمنا نشوفوهم هكا، وكثر الهم يضحك، هذه حكومة كثر الهم يضحك بالنسبة لي.